فكر قرر فكر احسبها وقرر حاول تفهمها هتقدر فالصورة دي مش حدوتة جديدة ومش ملتوتة حظك تفكير أسئلة فوازير ركز شارك إجاباتك حظك تفكير أسئلة فوازير ركز شارك إجاباتك سابق خليك في الصورة راح تكسب مع حظورة. إيه هو البحر اللي غرق فيه فرعون؟ ها البحر اللي غرق فيه فرعون؟ أيوه في إجابة؟ لا. ايه هو البحر اللي غرق فيه فرعون؟ بحر الاحمر. البحر الاحمر الاحمر اه تعرفها ولا اسم أيوة اي بحر؟ بتاعت سيدنا موسى. بتاعت سيدنا موسى البحر الاحمر. اه انت عارفها يعني اصلا من قبل كده؟ اه انت متاكد؟ ايوه متأكد. انت لو قلت لك مش هو انت اللي عارف بقى. ايه انت اللي عارف انت اللي عارف. اه بس انا عارف انا عارف ان هو في البحر الاحمر سيدنا موسى شق البحر. ايوه ايوه وفرعون غرق وفرعون غرق فيه هو جماعه. يلا مش مشكله بس كل سنه وانت طيب. الف مبروك. الله يبارك فيك. تم 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 تم. ايه الفرق بين السنه الشمسيه والسنه القمريه؟ الشمسيه 300 الشمسيه اللي هي بتاعت الدنيا واخبل السنه الشمسيه 300 و القمريه بالضوء بتقاس بالضوء بتتقاس بالضوء. اه انا طبعا مش بتاع فضاء بس يعني على قد عرفت البسيطه. ده ليه علاقه برواد الفضاء؟ طبعا انا اخش في حاجات زي ديت لازم اكون راجل مش علوم يعني؟ علوم هنقول علوم ماشي. السنه الشمسيه السنه الشمسيه والسنه القمريه. طب ايه رايك تقولهم لي خمس مرات ورا بعض؟ خمس السنه الشمسيه والسنه القمريه. السنه الشمسيه والسنه القمريه. السنه الشمسيه والسنه القمريه. السنه الشمسيه السنه الشمسيه والقمريه. السنه الشمسيه والقمريه. السنه الشمسيه والقمريه. السنه الشمسيه والقمريه. لا في شيء بتخش في النص. لا السنه الشمسيه في غش بيحصل في الموضوع. مش هي الشمس مش بالشين. الشمس بالشين. اه طيب ايه الفرق بين السنه الشمسيه والسنه القمريه؟ مفيش حاجه اسمها عشان السنه الشمسيه والسنه القمريه. امال ايه مفيش فرق اصلا؟ لا في فرق. لا مفيش فرق. لا في عدد ايام. لا لا فيش حاجه اسمها سنه شمسيه وسنه قمريه. لا لا عشان خاطري فيه. لا 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 لا, لا انا متاكد. لا 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 والله انا متاكد. لا 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 مفيش. انا متاكد وانا متاكد. انت متاكد؟ ايوه. لا انا في ايام. لا لا مفيش. في طب اثبت لي مفيش حاجه اسمها سنه شمسيه وسنه قمريه. في لا في لام شمسيه ولام قمريه. لا 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 مفيش سنه شمسيه وسنه قمريه. في متاكد من الموضوع؟ متاكد. امال هم اسمهم ايه؟ سنه هجريه وسنه ميلاديه. لا 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 قصدي على السنه الشمسيه والسنه القمريه. لا في فرق بايام ما بينهم. لا انت متاكد من الموضوع ده؟ انا متاكد. ايه الفرق بين السنه الشمسيه والسنه القمريه؟ ما انا قلت لحضرتك السنه الشمسيه دي سنه في التقويم الفرعوني القديم القديم التقويم الشمسي. اه اما التقويم القمري فربما يكون الشهور اللي هي ال بالظبط كده المواجهه للتقويم الميلادي زي هاتور وبابا وامشير وكاك دي السنة القمرية. بس فرق الايام بين الاثنين ما اقدرش احصل. هذا اللي انا عايزه بقى. فرق الايام في رقم ولا مفيش رقم؟ مفيش. ايه الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية؟ 360 يوم. 360 يوم فرق؟ اللي هي السنة كلها كام يوم؟ 365 يوم. يعني في سنة منهم خمس ايام. صح؟ في كل اربع سنين. ايوه. في شهر فبراير. بيجي بيجي يوم واحد زياده في سنه بتيجي يوم زياده. ايوه فدي بتبقى لو بيبقى كام يوم؟ لو بيبقى 365 بيبقى شهر فبراير كام يوم؟ 31. يا راجل ايه ده؟ ده عمره ما حصل. ده انا مواليد فبراير وعمره ما حصل. 32 29 29 في شهر في الدنيا 32. ده يا احمد 31 31 39 39 اخر كلام. زود لا زود. ايه الفرق بين السنه الشمسيه والسنه القمريه من ناحيه عدد الايام؟ عدد الايام بتفرق 11 يوم السنه الشمسيه عن السنه القمريه. دي كام يوم ودي كام يوم؟ يعني 11 يوم فرق. يبقى لو قلنا مثلا 365 بنطرح أيوة. منهم 11 لو يبقوا كام؟ يبقى 1 من 5 4 1 من 6 315 305 350 مثلا. 350 يعني 365 هنطرح ال 11 أيوة. يبقى 55 ال 10 56
54 354 يوم. انت دوختني كده. لا 354 يوم اسامه. ابو اسامه انت دوختني كده. اصل انا علوم مش رياض والله. 354 يوم تقريبا. مدرس علوم. مدرس علوم. لا ده انا جيت في منطقتك يعني يا جماعه. لا انا جيت في ملعبه. هو يعني ما لهوش حل. واو دي بتبقى وتحديدا شهر فبراير. بيبقى عامل فيصل. هو اللي عامل الفرق جامد. لا هو مش عامل فرق جامد. هو 28 يوم بس. اه تمام. بس مش الفرق الجامد يعني. هو بترحل 11 يوم كل سنه. مجربه مجرب. اصل انا مواليد فبراير. والا لو انت 29 فبراير هتحتفل بعيد ميلادك كل اربع سنين. ده انا هفضل صغير على طول. على طول. جامدك مظبوطه طبعا طبعا. ما اقدرش اقول لك اي حاجه. الله يخليك يا رب. طيب والف مبروك. كم عدد اولاد النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. سبعه ان شاء الله. سبعه. سبعه. عارف اسميهم؟ بصراحه مش كلهم. طيب اسمك ايه؟ حسن السيد محمود. ايه يا حسن؟ بابا جابته ايه؟ قرب بس كده الميكروفون. ها؟ مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ مظبوطه. مظبوطه متاكد؟ لا. متاكد يعني؟ لا. ها؟ لا مش متاكد. طب كام قول انت؟ سبعة. يا راجل ام بابا قال ايه؟ كام اسمهم ايه؟ بابا قال ايه؟ مش فاكر. بابا قال سبعة برضه. تمام. مين اللي يكسب بقى انت ولا بابا؟ سبعة. مين اللي يكسب؟ هو انا وهو واحد. انت ولا بابا؟ انا وهو واحد. انت وبابا. طب ده موبايل هيبقى انت وبابا ازاي بقى؟ هيبقى انت وبابا ازاي؟ انت تاخد الموبايل؟ احنا اللي مسامح فيها بابا؟ اه. هتدي له الموبايل؟ اه. اسمك ايه تاني؟ حسن السيد محمود. ما انا حافظ يا حسن. خلاص انا بعذر معاك. كل سنه وانت طيب؟ ماشي. الاسئله اللي سالناها النهارده كانت اجابتها اول حاجه البحر اللي غرق فيه فرعون اللي هو البحر الاحمر. تاني سؤال الفرق ما بين السنه الشمسيه والسنه القمريه كانت 11 يوم. تالت سؤال اللي هو لسه حسن دلوقتي مجاوب عليه اللي هو كم عدد اولاد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ سبع اولاد او سبع بنات. دي كانت ختام حلقتنا النهارده. نشوفكم في حلقه جديده من برنامج حزوره. برنامج ايه يا جماعه؟ حزوره. السلام عليكم ورحمه الله. فكر قرر. فكر احسبها وقرر. حاول تفهمها هتقدر. فالصوره دي مش حدوته جديده ومش ملتوته. حظك تفكير اسئله فوازير ركز شارك اجاباتك. حظك تفكير اسئله فوازير ركز شارك اجاباتك. سابق خليك في الصوره راح تكسب مع حظوره.